السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيفكم شباب صغير؟ جينا فيديو جديد وحلقه جديده عن محاكي الشاحنات، بس ولكن مع مصيبه جديده صراحه. طبعا انا صار لي شي ساعتين عم بحاول اصلحها ما صلحت. ما المهم، اول شيء اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بالفيديو هذا رح نكمل فيه قصه الشاب مع البنت ان شاء الله. اذا عجبتكم اكتبوا لي تحت التعليقات اكملها ولا شايفينها سلامجه بسحب عليها. بس بحكي لكم غير قصه، جد والله انا بحكي لكم قصص خرافيه جدا. انه انا مضيع سيارتي او مضيع الحساب، ما بعرف ايش اللي صاير. حذفت التسييفات كلياتها، حتى كان معي مصاري كثير. شوف والله ما معي غير 2000 دولار 2000 يورو بس، ما بعرف وين مصراتي راحت. فالمهم فهو هون عم بعلمني شلون لازم امشي ونتكل على الله ونمشي. طبعا انا داخل اونلاين حاليا. نكمل لكم القصه اللي صارت مع الشاب والبنت. طبعا هون صار دوري انا لازم احكيها واشتغل دوري، يعني مثل ما يقولوا ذا دوري. ايش اللي صار بعدين يا سيد سيلفستر؟ اللي صار يا سيد سيلفستر يا شباب، بعد ما اتفقنا انه نشوفها. طبعا قبل ما اتذكر، قبل ما نكمل، في شباب معقل لي، خصوصا معقل لي جيب دركسيون جيب دركسيون. والله انا شباب والله العظيم انا عم بزعل، يعني انا عم بتعذب كثير باللعب اساسا بالكيبورد والفاره. يعني هي بدركسيون لعبه جدا خرافيه. طبعا ما راح اشتري لوجيتك لانه لوجيتك كثير كثير غالي حقه هون في تركيا مع الضريبه تبعته، بصير حقه واو. فلذلك انا راح اشتري شيء خفيف رخيص. فلذلك ان شاء الله اذا وصلنا ل 10,000 مشترك من هون لنهايه السنه، خلاص ابشروا لعيونكم احلى دركسيون. فيعني هموا حالكم، شدوا اموركم، زبطوها، والله راح يجيكم شغلات بومباستيكيه خرافيه جدا. بس يعني شوي مثل هلا انا مثل ما شلون اقول لك، يعني فاهمك، يعني انا شلون، يعني هلا انا حاليا مثل مطفي حالي مثل ما يقولوا. عرفت ليش؟ انا مطفي حالي يا ساده يا كرام، لانه يعني حاسس انه المشاهدات ضعيفه جدا جد. يعني حرام والله العظيم حرام. من لكم حركه، من لكم اشتراك، يعني والله بدنا نشحط منكم اشتراك ان شاء الله. حلو، تقدر تنقي السيارة اللي انت بدك اياها. خلص نروح على بولندا، نروح على بولندا تيك شوب. طبعا اللي صار يا سادة يا كرام انه الحساب طار، ما بعرف شلون صار، شلون طار وشلون صار مش عارف. بس المهم في مشكلة باللعبة، حذفت لي الحساب القديم، ما بعرف ايش هو السبب. حدا هكره، حدا راح، حدا ما بعرف ايش، لانه هاي اللعبة ما شاء الله فيها هكرية كثير. المهم بنكمل لكم القصة مع القصيدة او القصة مع الفتاة. طبعا بعد ما خلصنا حلقة الاشحاضة تبعتنا اليومية اللي بننزلها مشان نشحط منكم اشتراكات، وانتم ما حد بيشترك ولا حد بيشوف ولا حد بيسحب، كل العالم سحب علينا. بس انا الحمد لله، يعني نحن عم نشتغل علينا وانتم ما بتعطونا اقتراحاتكم لتطوير القناة. يعني ما بيعجبكم شيء قولوا خيو، ما بيعجبنا شيء قولوا، هالشغلة ما عم تعجبنا بدنا نغيرها بغيرها. اطلبوا يا اخي، قولوا بدنا هدايا بنجيب، نبعث لكم هدايا، قولوا عملنا مسابقات نعمل لكم مسابقات، قولوا احكوا ما عندي مشكله. والله انا زلمه ومنفتح على كل شيء. المهم بنكمل لكم بعد ما خلصنا القصه القديمه. طبعا نسترجعها بشكل مختصر، انه اول شيء بعد ما شاف صديقي شاف حبيبته القديمه، بعدين حكى لي قصتها، وبعدين انا هلا انا هون بعد ما اخذت رقم تليفونها بدي اروح احكي معها. تمام، وكان اتفاقنا باليوم الثاني نروح نشوف بعضنا. المهم يا شباب، رحت لكم انا حضرت الموضوع، اتصلت عليها، بعثت لها رساله قلت لها تعي انا موجود هون بالجامعه بالكافيتيريا الفلانيه. قالت لي تمام اتس اوكي انا قادمه في الطريق. المهم اجت دخلت. طبعا احنا جامعتنا جميله لا يعلى عليها، فيها كافيتيريات ما شاء الله، ما تشتهي نفسك وما تختار اكثر من ما في. قول مركز تجاري، مركز تجاري مو مركز تعليمي. المهم اجت انا وين بتحبي تبركي، بركنا، وقلنا لا يلا ايش بدك، ايش ما بدك، ايش بدك مساعد، ايش بدك اسئله تساليني اساليني، معك الوقت معك كاملا. المهم بلشت تسالني وانا بجاوب، تسالني وانا بجاوب. بعدين طبعا يعني حدا بارك معه بنت امه جميله حلوه عيون زرو، انا نحكي اكثر من هيك اي ما بصير، نستحي على دمنا مثل ما يقولوا. المهم فيعني شو زوز الحديث، فسالناها احكي لنا عن نفسك اكثر، يعني احكي لي عن حوالك، احكي لي عن ماضيك، احكي لي عن شو شباب في حياتك. فهي ايش فهمت؟ انا شد لها تحكي لي عن الماضي، يعني شلون كنت بسوريا، ايش في، وين كنت تدرسي، وين كنت تروحي. يعني ما تجي تحكي انت هيك موضوع مع بنت، انا مشان ايش عم بزهر الطريق لصديقي، والله ما كان قصدي شيء. هي ايش فهمت؟ لما انت تسالت هيك سؤال فهمت انه انا مهتم فيها. لما فهمت وانا مهتم فيها وانا مالي مهتم فيها، بس هي حلوه كان واحد يحكي ضميره. يعني صراحه هي البنت جميله جميله، ففهمت انه انا مهتم بها صراحه. وطبعا انا لما استنتجت انه هي مهتم، انا مفكرتني انه انا مهتم فيها، انا بلشت هون مثل اتحيون مشان صديقي طبعا مو مشان. المهم فطلعت البنت معجبه. طبعا انا بديك الايام نسيت احكي لكم، كنت انحف من هيك قبل ما تيجي كورونا، كنت نحيف
يكون ذو رونق وجمال فائق ما شاء الله. يعني كنت مثل ما يقولوا بغمز بوقع خمسة، صدق انت وكب البحر. المهم فيا شباب اجت البنت تركنا، المهم بلشنا تعرفنا عليها، تعرفنا على اهلها شوية، النوب كانت تاخذني تعرفني على ابوها وتعرفني على اخوها، كاني صرت صهر العيلة وانا مالي خبر. وانا كل ما هنالك ولا وراحت حكيت للدنيا كلها انه في رحت على الجامعة وجايني شاب سوري صار يساعدني وعلمنا على كل شيء وجاوبنا على كل شيء، وايش ما بساله بجاوبني ما شاء الله، هو بيعرف كل شيء من دون ما يطلب مني ولا شيء ما شاء الله. لان احنا صرنا في فتره، مريت فتره خلال هاي الفتره يعني بحكي لكم عليها، مرت هدول جماعه المكاتب الجامعه انه بدك تسجل بالجامعه صار عبر المكاتب يعني عرفت شلون، فصارت مثل انه يعني انه مثل شغل عرفت شلون. فلما يجيها شخص وبيحكي لك كل شيء هيك يعني، اول شيء احكي لكم الوصف اللي هي حكت لي، قالت لي شنو يعني، هي بعد لقاءات حكت لي، قالت لي انا جاي على الجامعه مزعوجه تمام، وفي كان ناس على اساس متفق معهم انه رح يجوا معي وبعدين سحبوا علي قطعوني تركوني وجيت، فانا زعلانه كثير يوميتها جدا جدا كنت زعلانه واجيت، وانت سبحان الله هيك الله سهل لي طريقك وانت جيت فشكلت فيني. ولا وقتها كمان يعني ساعدتها شوي، وبعدين تاني يوم بعد فتره يعني تاني مره ثالث مره رحت معها على رحت معها بالتسجيل، علمتها شو مسجل، علمتها هيو كل شيء كل شيء مشيت لها سويت لها كل شيء. البنت طار عقلها ما مصدقه حالها ومفكرتني يعني هي صراحه انا كنت كل هذا عم بخدمه لصالح صديقي للامانه لان الامانه مهمه، ولكن هي كانت فهمانه انه انا عبد الله الفقير انه انا مجرم، انا ماني معجب، انا ما كنت معجب، بس هي بنت جميلة بس انا ما كنت معجب. المهم فخلال الحوار مع السيدة المعلقة، طبعا بعدين سميناها سيدة معلقة نجيكم بعدين بالقصص احكي لكم قصة سيدة المعلقة. فالسيدة المعلقة كانت ذو هيبة يعني، فنجينا المهم بركنا انها حكينا عن ايش كنت تعمل ايش ما كنت تساوي. المهم بلشت البنت تحكي لي وحكت لي على كل اشي، وطبعا هي هون ما كانت اساسا ولا جابت لي سيرة رفيقي خلب عينها شقدها نكرة نكرة مثل القط، فما جابت لي سيرته ولا حكت لي عليه. انا شلون بدي افتح الموضوع معها، انا بارك هيك عم تحكي لي لك المشكلة شلون جنس حواء بس اعطيته قر بس هيك اخذت راحتها بالحديث وبلشت قر. يا شباب مثل سيارة الشحن لما رح تدخل بالعمود، ما تسكت ما تسكت ما تسكت قسما بالله ما سكتت ور 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 ور. وعني انا بيقولوا عني كنت هذيك الايام بالجامعه بيحكوا لي انه انت اكثر انسان قرار بكل الدنيا. هي قطعتني سكرت علي انا بركت هيك بالاخير صفيت ما عاد في امل نحكي ابدا. المهم يا شباب ويا صبايا هون بلشت تتطور العلاقه مثل ما يقول تمام، بلشنا ندخل نطلع بنروح مع بعض تنزلنا على الكافتيريا بتخبرني تعال نزور على الكافتيريا برد مثلا، طبعا كرجل كشاب لازم ارد العزيمه غصب عني طبعا ما انا ما اروح على اساس بدفع بس ولكن بس ولكن لازم ارجع ارد العزيمه اللي انا دفعت عليها. المهم برد ارزمها مره ثانيه، المهم اول اربع خمس مرات هيك صار بعدين صارت خلاص خيو انا عم بعزمها انا بدي ادفع انت ما تدفع. لا طيب امرك خيتو اساسا ما توفي معي انا كل مره بدك تعزميني انا بدي ادفع برد انا بعزمك برد انا ادفع ما وفيت خلاص الا عني. المهم يا شباب هون الحديث كلياته وكنا مفكرين انه احنا اصدقاء، فجيت خلاص خيو قلت لازم انا صراحه بالموضوع احكيها بشكل جدي انه في شاب كان معجب فيكي ما كنت تدرسي بالمدرسه الفلانيه وكنت تركبي، وصرت اوصف لها يعني بلشت انه احكي لها انه بدي احكي معك بموضوع جدا صريح كذا 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 كذا، في شاب كان بوقتها وحكوا لي انه هو معنا بالجامعه وحكى لي عليك وهيك وهيك، ايش رايك بالموضوع بهذا الشاب؟ قلت هذا شاب حمار خيوات قلت لي حمار انا انصدمت يو ولوم شلون حمار؟ قلت لي دب قلت لي ليش؟ قلت لي يا زلمه ضل شهرين ما عارف يحكي معي كلام يعني بالاخير انا مليت منه وطفشت الله يلعن يا زلمه ايش ناقصنا ضل 60 سنه لا تحكي كلمه ايش بك ايش بك لا يعني انت من الموضوع انزعجتي. قال لي لا كان يا زلمه فضحني ما ضل حدا بالحاره ما عرف انه هو معجب يا زلمه، وقلت له كله تعال احكي بضل شاطحها زت لي اياها باخر الدنيا بوقف لي ما بعرف وين بيروح بيستناني من موقف لموقف. قلت لك هو ما كان بيستناك بالصدفه لك؟ قالت لي انا صدفه انا بطيخ شيل عنك يا زلمه سيبك منه هذا زلمه مرضان. المهم كان صلت له للمسكين والله العظيم انا زعلت عليه وقتها كان صلت له. طيب انا قلت له انا شوفي صراحه يا بنت الحلال بانه انت كان صنطي له للشاب اللي هو اسمه الفلان الفلاني انت جوز ما بتعرفيه. قلت لي ايه؟ قلت له انا بحب اني اعتذر منك
ومن يعني جيت لعندك انا صراحة، انا ساعدتك كمن دافع انه انا متعلم شيء، وهذا زكاة علمي. يعني انا شخص ما عندي مصاري لسه، ما كنت من الحالة المادية اللي عندي، فبعتبرها مثل زكاة المال او مثل زكاة علمي، عرفت شلون؟ فانا كنت اساعدك من هالمبدأ هذا، ما في اي اشي. وانا صراحة بناء على اللقاءات اللي كنت عم بعملها معك، بناء على طلب صديقي اللي هو انت قلت عنه حمار، اللي هو كان معجب فيك والشاب حابك جدا، انا ما بعرف شلون رح اكمل الحديث معه وشو رح اوصل له رسالة، بس انا رح اتركك وانا شارحتك بكل الموضوع بشكل كامل، فرح اترك لك الموضوع والمجال، انت شو تحبي توصلي له للشاب رسالة عبري لي، حتى انا بروح اقول له يا للشاب، قال له يعني هالبنت لك مصلحة انه خلاص كمل معها وخلي الزلمة يجي، والزلمة بجد يعني ناوي يخطبك. فقلت لي صفنت، قلت لي بدي افكر، ليش الموضوع بده تفكير؟ ايش شوفوا يا شباب هذا الحوادث، هلا اذا شافوا يوتيوب راح يبلغ على الفيديو ويحط لي الاشارة الصفراء، تمام؟ فانا راح اشيل الحوادث، واذا بدكم تشوفوه راح انشركم اياه على الانستغرام. بعد 4 5 ايام خبرتني، قالت لي صراحة حابة أتعرف على الشاب أحكي معه وأبرك وأفهم منه، يفهم مني، أشوف شلون أطباعه، شو هو، شلون أفكاره، شلون يعني، يعني بالنهاية البني آدم الحياة الزوجية أو الحب بشكل عام هي ما هو مبنية بس على العلاقة، فتكون مبنية على كتير أشياء يعني، فأهم الشيء هو التفاهم والأفكار، أهم أشياء، هذا أهم من كل إشي، هذا الجمال من هذا كل شيء، لانه هذا كله مع الوقت راح ينتسم. فقالت خليني نبرق مع بعض ونشوف، بلاقي طب تمام ابشري، امتى بتحبوا اللقاء الموعود المنشود اللي بتحب تشتركي فيه وبتشوفي فيه؟ قال لي شوف هو امتى فاضي، قلت له هو امتى فاضي، هو هلا فاضي، امتى بدك بيجيكي انت امتى فاضي؟ قالت لي في عندي موعد الاسبوع الجاي، في بدي اروح على الجامعه عندي شغله، بشوفه بالكافيتيريا. طبعا انا بعرف الموعد، طب هذا اللي عم تحكي عليه، هذا الموعد بدها تروح عليه يعني مثل ما يقولوا بدها تحضر، بدها تجي فض عتب ربع ساعه وتمشي، حتى ممكن تشوفه بالممر، ايش اللقاء هذا؟ لا لا ايش هذا، لا قل الزول خي اسمع، عيب ما بصير، انت بنت محترمه ما بصير، اللي ما دام قلت بنت محترمه لا بدي هاللقاء ولا بدي هالبركه ولا بدي اشوف شكله، طلع طولي بالك، خلاص نحن عم نمزح، خلاص امتى بدك نجي؟ خلي هو يجي ونبرك نتفاهم انا وياه وبنحكي بشوف وبخبرك انا بعدين. قلت لك لا تخبريني ايش اللي بدك، خبريه مباشر، انا شو دخلني اهلي، انا ما دخلني. فهذين قلت لي يعني هلا انت افهم منك، يعني انا بالنسبه لك يعني انا خلص يعني مالي اي مكان. قلت لك حبيبتي حجي، قبل ما اقول حبيبتي حجي عيني روحي، انا بالاساس جاي خدمه على مالي فاضي للحب والوجهه الراس، انا زلمه مستقل ومثل ما يقول مستقل، شلون هي غنية كاظم الناس ساهر، مستقل بذاتي نفسي، شلون كانت الغنية الشهاد، انا ده صاحبنا هون شاكك معلم ممكن تدخل، انه انا كنت حاسس حالي فاصل السيرفر عندي، والله دخلني يا معلم. بعدين قلت لها خلاص يا بنت الحلال ايش بدك، ظبطي امور، ظبطي حالك، ظبطي امورك هيك، وانا الشاب رح نوضعه ونشوف وبعدين نحكي بالحلقة الجاية، بكمل لكم ايش اللي صار. طبعا انا كنت على اساس ما راح احضر، اقول لكم راح اكملها كمان الاسبوع الجاي، خلاص الاسبوع الجاي بنكمل لكم القصة كاملة، تمام؟ كلنا هون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسونا من اللايك والاشتراك، طبعا اذا عجبتكم القصة، اذا ما عجبتكم القصة خلاص قولوا لي كنسل عليها، لانه انا حسيت حالي مليت يعني القصة صراحة، لانه نهايتها حزينة جد يعني، هو بدايتها جميلة بس نهايتها حزينة بشكل جدا كبير. وكلنا هون نهاية الفيديو، واذا بدكم نكمل لكم الموضوع ونكمل لكم ايش اللي صار بينها وبين رفيقي، اعملوا لنا لايك واكتبوا لنا تحت بالتعليقات، الامر جدا مهم. طبعا اذا ما كتبتوا لي بالتعليقات انه راح اكمل، فراح اغير انا القصه واحكي عن شيء جديد، تمام؟ بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وادفع على خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.